بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله من المئات من القطع المشرقة والمنيرة والفضيلة أن يهود خيبر بعدما تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله خلال 7 سنوات وكادوا بالإسلام وبالمسلمين وظاهروا ضد الإسلام وأعانوا المشركين في حروبهم الظالمة ضد الإسلام وضد رسول الله وأثاروا الحروب العديدة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وأعانوا المنافقين في داخل الجسم الإسلامي بشتى أنواع المعونات. بعد كل ذلك خلال 7 سنوات يهود خيبر أعلنوها حربا مباشرة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وأعدوا جيشا ليباغتوا المسلمين ويهجموا على المدينة المنورة وهم قريبون من المدينة المنورة ويدخلوا المدينة المنورة عنوة ويقتلوا رسول الله ويقتلوا المسلمين. بعد كل ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ومع مجموعة من الأصحاب من المدينة المنورة متوجهين إلى قلاع خيبر للدفاع والدفاع فقط ليصدوا مباغتة اليهود في خيبر. فلما رسول الله بعث أمير المؤمنين مع مجموعة من الأصحاب إلى قلاع خيبر ورد في التاريخ هذه النقاط. قال أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يا رسول الله أنا أبدأهم بالقتال بعد أن كان هذا ليس بدءا بالقتال بل دفاعا قبل أن يباغت اليهود المسلمين في القتال. ولكن أمير المؤمنين سأل رسول الله: هل في هذا الوقت وبعد 7 سنوات من مؤامرات اليهود وإثاراتهم للحروب ضد الإسلام هل أقاتلهم؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يسلموا. فلم يأذن له النبي بالقتال. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لأمير المؤمنين بأن يقاتل اليهود حتى بعد 7 سنوات من إثارة المشكلات. وقال رسول الله لعلي: يا علي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم.
على رسلك في اللغة العربية يعني لا بقوة وخشونة وعنف، بل بتوأدة وهدوء، مثل شخص يريد هدفا سلميا فيسير سيرا هادئا. قال له النبي صلى الله عليه وآله: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني تقترب من قلاعهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، مع أنهم 7 سنوات أثار الحروب ضد رسول الله. رسول الله مع ذلك قال لأمير المؤمنين: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عليهم. ابتداء يا علي لا ترفع السيف في وجوههم، وإن كانوا هم الذين بدأوا كل أنواع العنف، وأدعهم إلى الإسلام واذكر لهم حق الله عز وجل عليهم. وقال صلى الله عليه وآله: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يا أمير المؤمنين، الهداية قبل القتال، لعل بعضهم يهتدون، حتى إذا لم يهتدوا تتم حجة الله عز وجل عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة. لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ويسترسل في التاريخ: فخرج اليهود وبدأوا عليا عليه السلام بالقتال بعدما أعلمهم أنه لا يريد القتال وأنه يريد تبليغ الإسلام. خرج مرحب وخرج من معه من اليهود إلى أمير المؤمنين، وأعلن أمير المؤمنين لهم أنه لا يريد القتال، لم يأتي للقتال، حتى القتال الدفاعي أعلن أنه يريد أن يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى ما لله عز وجل من حق على عباده، ودعاهم إلى الله عز وجل ودعاهم إلى الإسلام. ولكن مع ذلك اليهود ومرحب هم بدأوا القتال، وجعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه يدافع، وفي موقع الدفاع، وموقف الدفاع كان، وقتل مرحب، وفتح الله عز وجل على يد أمير المؤمنين حصون خيبر حصنا بعد حصن. هذه قطعة من التاريخ النير والمشرق والوضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، كسائر النقاط في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا يستوقفنا عدة أمور مهمة جدا وفريدة في التاريخ، في فضل رسول الله وأمير المؤمنين وإنسانية الإسلام وأخلاق الإسلام حتى في أصعب الأمور وهي الحروب. أولا، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لأمير المؤمنين حتى في هذا الموقف الدفاعي أن يقاتل يهود خيبر، ولم يأذن رسول الله لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو علمه من علم رسول الله وهو يعلم ذلك، وإنما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يعلم الناس، يعلم الأصحاب، يعلم التاريخ أن الإسلام إسلام تبليغ إلى الفضيلة والإنسانية، وليس الإسلام إسلام حرب وإسلام قتال.
والإسلامية يتحاشى الحرب، يتحاشى القتال مهما أمكن، ويحاول الإسلام حتى في الحروب الدفاعية أن يقتل شخص واحد أقل وأن تراق قطرة دم أقل، أما بالمقدار الذي لا يمكن والعدو يهاجم ويقتل فيقف الإسلام موقف الدفاع والدفاع فقط. هذا النقطة المهمة. أمير المؤمنين يقول لرسول الله: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يسلموا. في تاريخ الإسلام، في تاريخ رسول الله، في تاريخ أمير المؤمنين لا يوجد هناك إكراه شخص واحد على الإسلام، حتى في مثل هذه المواقف الذين الأعداء هم بدأوا الخشونة وبدأوا الحروب. فالإسلام دين التبليغ، الإسلام دين إيصال كلام الله عز وجل إلى عباد الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. المهم في الإسلام كبقية رسالات السماء أن يصل ويبلغ كلام الله عز وجل الذي كله فضيلة وإنسانية وأخلاق يبلغ عباد الله، فإذا اقتنعوا بذلك الله عز وجل جعلهم مخيرين في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. المهم أن تحصل البينة والوضوح، حتى الذي لم يخضع للبينة ولم يقبل بها يكون هلاكه هلاكا لا عن جهل وقصور وعذر، بل هلاكا عن بينة. والذي يأتي إلى الفضيلة وينضم إلى الإسلام ويعلن إسلام نفسه يكون الإعلان أيضا لا عن جهل بل عن دراية وفهم وبينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه نقطة. النقطة الثانية، رسول الله يأمر أمير المؤمنين ويقول له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه النقطة، انفذ على رسلك، في مثل هذا الموقف الحساس، هذا فريد في تاريخ البشرية، لا تجد ذلك إلا في تاريخ رسول الله وتاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. انفذ على رسلك يعني امشي بهدوء، امشي بلين، امشي برفق. الشخص الذي جاء للحرب يسير بقوة، يسير بعنف، يسير بخشونة، ويصيح ويزمجر. أما الذي لا يريد حربا بل يريد أن لا تقع حرب، هذا يمشي بهدوء كالإنسان الذي يستهدف هدفا عاديا. هذه الكلمة انفذ على رسلك يعني بهدوء، في مثل هذا الموقف الذي يهود خيبر 7 سنوات أثاروا كل المشكلات على رسول الله صلى الله عليه وآله، من الداخل ومن الخارج، من الخارج بإثارة الحروب ضد رسول الله يدا بيد مع المشركين ومع الآخرين، ومن الداخل بإثارة المنافقين ضد رسول الله. والآن هم صنعوا جيش وأرادوا أن يباغتوا رسول الله والمسلمين بالقتل، وأمير المؤمنين بعثه رسول الله إليهم، فما معنى انفذ على رسلك؟ هذا ليس إلا فضيلة الإسلام حتى تتم الحج على الذين
يرون ويشعرون ويسمعون، حتى سمع التاريخ في طول هذه السنوات وفي مستقبل الحياة الدنيا، أن رسول الله لا يأذن بسير جيشه الدفاعي وهم في موقف الدفاع، لا يأذن لهم أن يسيروا كجيش، أن يسيروا بعنف وقوة، بل يأمرهم انفذ على رسلك، بأن يمشوا على هدوء مثل شخص لا يريد حربا بل يريد أن لا تقع حرب. أين يوجد في التاريخ نظير ذلك، خصوصا في تاريخ الحروب؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إتمام الحجة على اليهود. أخبرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عليهم. الإسلام فقط وفقط تبليغ للفضيلة والإنسانية، تبليغ وإيصال إلى البشر من قبل الله عز وجل فيما هو حق الله على عباده، ذكر عقائد الإسلام، ذكر أصول الإسلام، ذكر ما هو من حق الله عز وجل على عباده، ذكره لعباده، حتى ولو كان العدو جاء للحرب وبدأ الحرب وبدأ الخشونة وبدأ المؤامرات، أما في نفس هذه الحروب الإسلام يريد أن يبلغ عقائد الإسلام إلى عباد الله، حتى إذا اقتنع من اقتنع فليسلم، ومن لم يقتنع فليصنع ما شاء. هذا هو الإسلام الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف أدوار حياته، بأقواله وبأفعاله وبتقريراته، وهذه نقطة من تلك النقاط المهمة. نحن عندما ندعو الدنيا إلى الإسلام، ندعو إلى هذا الإسلام، إلى مثل هذا الإسلام الذي هو في أعنف المواقف يحاول ويحاول ويحاول أن لا يقع عنف، أن لا تقع حرب، أن ينتهي الأمور بين الطرفين بسلم ولين ورفق. ندعو الدنيا إلى إسلام رسول الله هذا وإسلام أمير المؤمنين هذا، لا الإسلام الذي أعلنه كذبا وزورا أمثال بني أمية وبني مروان وبني العباس، وملأوا الدنيا خشونة ورعبا، وأكرهوا وأجبروا مجموعات على أن يسلموا إجبار الناس على الإسلام. الإسلام من اسمه يعرف أنه دين السلم، دين السلام، ليس فيه إكراه وإجبار، ولكن باسم الإسلام بنو أمية وبنو العباس وأمثالهم أثاروا الحروب وبدأوا الحروب وقتلوا وعذبوا وسجنوا. لا ندعو إلى إسلام بني أمية وبني العباس وأمثالهم، إنما ندعو الدنيا إلى إسلام رسول الله. وحقيقة إذا بلغ البشر هذا الإسلام، من الطبيعي أن المعظم من البشر الذي يبلغه إسلام رسول الله ويصدق بأن هذا هو الإسلام، أن من الطبيعي يقبل الإسلام ويعتنق الإسلام وينضوي تحت لواء الإسلام، لواء الفضيلة والإنسانية والأخلاق.
كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الأعداء الذين قاتلوا رسول الله وبدأوا القتال وأعطوا قتلى وأسروا وجرحوا وقتلوا المسلمين وجرحوا المسلمين، ولكن مع ذلك في نفس معمعة الحروب وفي نفس الخشونة التي تكون مع الحروب، مع ذلك وفي نفس تلك الأجواء الكثير منهم أسلموا، من اليهود، من النصارى، من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لتبليغ إسلام رسول الله حتى يقبل الدنيا على الإسلام، وحتى الحروب شيئا فشيئا تنحسر عن بلاد العالم، سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد غير المسلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.